متأخر على الولد. متوعد ويا ولد انه اشتري من يمه سياره، وصار لساعتين خطيه شاتله بالمعرض. والله تاخرت علي، هو عنده شغل جايك. مشكله هو متفق وياي من البارحه انه عنده شغل وجاني للمعرض من غير منطقه بعيده، وانا اخذتني النومه. جدا اعتذر يا صديقي. وصلت. الولد قاعد ينجول. هاي السياره برا ما اشوفكم الا كاتب عليها. يا الله ادعوا لي نزل من سعرها. تمت الحمد لله، اتكاتبت. اشتريت لحقت. هاي خل ارجع للبيت بس ابدل واشوفكم السياره. خالي يوم جديد ويا واحد جديد. اليوم الفلوق غير. ليش غير؟ ان هاي السياره اللي اشتريتها راح اعدل على شكلها، يعني راح اغير بشكلها. يعني شوفوا ابداعاتي من اول ما اخذت السياره شلون كان شكلها وشلون راح يصير شكلها بعد التعديل. اريد منكم تكملون الفلوق الاخير لان راح تتونسون. هسه اشوفكم شكلها من اول ما اخذتها شلون كان. الله صل على محمد. اشتريت الحلوه، اشتريتها ما شاء الله. قول ما شاء الله. شو الويك اب يلعب النفس. شباك الجو ماكو، لازم اجيب له شباك. اللحيه مو حلوه، عاد واسخه السياره. ما ادري شو مش موقعين عليها. المهم يلا عادي. هاي الدوس مو حلوات، كلش مو حلوات. زينه خاله انستغرام هنا. خاله انستغرام هنا. حاولت قلت اشيل عيال. شباب لا تخلون انستغراماتكم على السياره، لا تخلون انستغرامات، حتى ما اقدر اصور الخلفيه. المهم ما شاء الله حلوه نظيفه السياره. شنو راد لها شغل يا باش؟ راح اسويها اذا ما اسويها لقطه. بس شوفوا ركزوا على شكلها. حفظوا شكلها. شوف شلون راح تصير بعدين. شوف نطلع نجيب غراب لها الوردة، اجيب لها لحيه. ما ارد اقول لكم شو اجيب لها، بعدين اشوفكم افضل. الله يتحرك الازدحام. يلا ها عندي ذني مشتغلات بالدشبول، هم ارد اطفيهن. بدي اشوف شنو سبب الاي بي اس. اعتقد في شمال الاي بي اس تشيك انجن. هم خلينا نشوف شنو ناقص حتى نكمل السياره الاخير. صالح كل معل خلي اجيب شو اسمه، جيب اللحيه. ماشي جيب لحيه. خلينا نشوف والله شكو غراب. بس انا راسم لها فكره ببالي اسويها. ماشي نجيب اللحيه. ها وعندي شباك جوم ما بيها مشكله. بس لازم ادبر والله. حاولت ادور بس ما لقيت. جبت لحيه جديده، وجبت الشباك هذا الجو الماكو. اللحيه راح سلفت لعبه، ما بقي سودا. لا انتم تابعوا شوفوا الابداع راح اسويه. وصلنا. خلينا نشوف شنو الخلل مال التشيك انجن والاي بي اس. ليش ما اشتغلت؟ شوف الجمال بس. الله هيل كات. متع نظركم شويه. تتعلق السياره، طلع عندي الحساس مال الاي بي اس مال هاي الجهه. بس اسويه حتى يطفى القلوب. طفيت التشيك انجن، طلعت عنده مبخره سويتها تمام. سهله سالفتها. وش اسمه هذا مال اي بي اس. شوف هذا الحساس مال اي بي اس الخلفي. فتحته الحساس، باكر ان شاء الله اجيب له حساس وارجع اشد الحساس حتى يطفى كل شيء بالدشبول. رجعت للبيت استفد. شوف بس ساعه بالوحده 40 دقيقه. انت قلت ساعه 30 بالوحده و40 دقيقه. يلا رجعت للبيت. والله تعب مصاير. تعب. لازم باكر نكمل. داخل اشوفكم شكلي نعسان، بس حبيت اقول لكم انه باكر نكمل الباقي. يعني شنو تسوي لايك؟ سوي لايك المقطع لحد ما انام واقعد، وانتم سوي لايك واشتركوا بالقناه ماشي لحد ما نقعد نكمل. ديما الله ان شاء الله يطفى. اي يلا تصبحون على خير. خالي اشتركوا لايك اعجاب سبسكرايب. عبايكم نمت؟ لا انت وركم تقعدون قابل خلص بعد بدلت فون نشاط. يلا روح نتوكل بالله نكمل شغلنا. قوم يلا. انا اخذ ملابس هنا. شو دخلت ملابس ما ادري شو بردت. وصلنا. هلا شوفوا ياله شكل شو ياله. والله على بالي ويل. هذا ويل جايب. والله يلعب النفس ما حلو.
سبويالة وتهرات. أنا صافن محاضر ويل بس غالي شباب، غالي والله غالي. السيارة صير غالي علي بالقرآن، ويل خرافي ويطلع بسبعمية دولار وبعد الراد لسيارات يعني هو ويش يعني بالألف دولار هذا يعني عشرة ألاف غالي والله. ضرب قهوة والله ما أدري عجداد الويل بس ما شوفكم شكلي حتى أودي للصباغ أرد أصبغ الإطار يعني راح أرتب. والله بنفسي ذاكلوي بس غالي والله شباب. بس راح تقبلوا بالتعليقات أنا شغله بالسيارات يعني أخسر والله جديات أخسر. جعت والله جعت، ضربتني الجوعة. روح ناكل حد ما يكملون التهرات والويالي، مو روح ناكل حد ما يكملون التهرات والويالي لأن درت وجوه حشيت يمكن الصوت مو واضح. امشونا قبل لا روح ناكل خلا أشوفكم شوية متى نظركم. الإي شارجر عشنو سكوت إن شاء الله واي سيارتنا القدرة. لا والله عزاء ما سوي تخبل شنو قبل روح ناكل شوف وين ناكل. يلا مشونا مشونا عازمكم عازمكم. ما في مجال وصلتكم 70,000 لفة لأن انتم يتابعون 70,000 صاروا 100,000 حتى وصلوا 100,000. والله تسوقت بس أحلى شيء بالدنيا صار بالشهرة المطاعم يعرفون ما أخذوا منه فلوس. شكرين والله شكرين الحمد لله الشكر الحمد لله الشكر ما أخذوا منه فلوس. ليش يشتغلون خلنا نفرش السفرة. الله شلون الله كل حار. شايفين سؤال في اليوتيوب مال دخلونا 20,000 لايك لو 200,000 متابع وزين شعر صفر. هاي سؤال في اليوتيوب. لا انا دخلوني 100,000 متابع واعزمكم. ها متفقين يوتيوبر. انا يوتيوبر صرت يوتيوبر كمان جابنا على اليوتيوب شباب. انا ترى بالانستغرام والله انا معفن بالانستغرام صراحة غير 24 ساعة تلقون بالانستغرام دق ستوريات فضيفون على الانستغرام هذا انستغرامي. يلا خلنا ناكل واجيكم. شديت له يالا الخلفية بس الخلفية والله كلش حلوة قاعدة. ها بعد وراي صبغ هاي الامامية امامية خيسة والله بس اشوفكم شكلها شلون صار بس الخلفيات ماشي بعد عدة صبغ. ها التيارات الامامية ماكو ما عندهم تيارات امامية فشنو راح يجيبوا لي فننتظر. وصلا التيارات علق السيارة فرجت بس اجد التيارات. يا ربي تأخرت كلش والله كلش تأخرت مرة التيارات. يلا شو تسوي تمت توين الكاميرا هاي الكاميرا اي شديت له يالا الحمد لله بس ارجع للمعرض دابا صحيح انا ابو عشا. المهم ارجع للمعرض اخذ ملابسي ونروح نسوي مال اي بي اس ماشي حتى نفض شوية مياه وبس نكمل الباقي. وصلت المكان السعادة المعارض عندهم ملابس ناسين هنا شنو دق إشارة أكل المعرض تعب والله. رجعت للصناعة الصبح بالصناعة بالليل بالصناعة العصر بالصناعة اتغدى تعشى كله بالصناعة تشد الحساس مال اي بي اس وارجع. هذا مأذين والله هذا الحساس بس ابو الجو ولا بشر والله بس انا تبدل الحساس وارجع تعبنا والله تعبنا. نقول يا الله طفل عنده بس هذا مال تاير عنده حساس واحد مال تاير والله ما بيحل اجيبه. المهم طفيت انا التشيك انجن كان مشتغل مال الماكينه كانت عندي مبخره تمام والاي بي اس الحساس مال اي بي اس خاف صادفكم هيك مشاكل. جعت للبيت راح انام بغيبوبه من التعب. اليوم الثالث الساعه 8 صباحا صباح الخير خالي نوداي الحلوه للصباغ خلينا نصبغ لي يلا ونرتب تعالوا. عندي صوت بهاي الجهه عندي بالصدر طلعت القاعدة اللي يسوي قاعدة مال دبل مشكلة بس خليني اسويها حتى شنو افض النقوصات حتى راح اعبرها هناك بدي اصبغ وارتب ما اعرف شنو ماشي سويتها هاي الطبة مال صدر كانت من هاي الجهة قاعدة مال دبل عشان راخي سويتها ما شاء الله كلها حمارات هلا اعوفه هنا ماشي يصبغوا لي الترتيبات وارجع للمعرض يعني عندي شغل بالمعرض تمام يلا امس على التاكسي تستاهل عاد. ظلمة مو ماذا تشوفوني رجعت ذي سيارتي ذيك الورا ذي ذي وانا ذي ذيك كملت لويالي وكملت الصبغ
اللحيه بس ما اشوفكم ايش سويت. باكر عندي شغل بيها وهم ما اشوفكم باكر ايش اسوي لها. خلي اكملها فدنا وكلش كلش اكملها واشوفكم شلون صار شكلها. الساعه ب 12:05 دقائق وهسه يلا رجعت للبيت تعبان تعب مو طبيعي، وانا طالع من ساعه من 8 الصبح على فد وقفه وفد شغل وفد فرفره وفد تعديل وترتيب وتصليح، وانتم شفتوا بعينكم هو سويت له شغلات، وان شاء الله يا رب على هذا التعب تعجبكم السياره. نسيت اقول لكم تصبحون على خير. هو 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 تصبحون على خير خالي. صباح الخير، اليوم الرابع بس اليوم الجو يخبل والله. لا بس نصر دناني وتعمدت وين اصور يا ملعب الشعب، والله مكان لطيف كلش حلو. يلا نروح نكمل السياره، خليني اشوفكم المنظر ونروح نكمل السياره. ماشي تعال. بغداد الجميله ملعب الشعب. ملعب الشعب حلو الله، والجو حلو اليوم، المنظر كلش حلو. يلا نتوكل نروح نكمل السياره. نزول على البنيد، نزول على القماره، وين اني اختم يم اللواسر بسوي كتابات على الجامع. لا متريق ولا متغدي، فهنروح نمشي على الشارع لحد ما يكملون السياره، نخبط الريوق والغدا بوجبه واحده. خلينا ندور مطاعم، تعالوا غير المود. طلبت والله راح اكل لحمه بعجين. يلا شويه نغير. يلا تعال تفضل تفضل تعال تعال. يا الله شويه واجيكم. ونستها للكرشه والله فول شي بعد. خلينا نرجع للسياره شوف وين وصلوا. من خلف القماره الله ديكورات. الساعة بالعشرة بالليل بعد تعب 4 أيام كملتها تقريبا سيارة 99%. 1% بقى بس باكر اغسلها واكملها. قبل لا اغسلها واكملها وانظفها خل اروح انظف وجهي لان اريد اروح ازين وجهي بالضيم. روح نزين وباكر ان شاء الله اشوفكم السيارة. زينت كتبوا له نايما، وقف الفيديو كتبوا له نايما. باكر ان شاء الله اغسل السيارة ذيك وهذيك ذيك اغسلها واشوفكم اياها ماشي الصبح. حيال الله يا رب ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله ما يروح تعبي. تصبحون على خير خالي. اليوم الخامس بقالي بس انظف السيارة واشوفكم اياها. يا رب تعجبكم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما يضيع تعب يا رب. يا الله نروح للمكان اللي اصور بيه حتى اشوفكم السيارة. مش كتبت على البشبول اسمي ما شاء الله. بعد تعب لمدة 5 أيام هاي النتيجة ما شاء الله. صلى على محمد قولوا ما شاء الله. ها بين التعب ركزوا وياي. جبت لها لحية كانت السيارة ما بيها لحية هاي الجوة وصبغتها بلونها تمام. جبت لها شباك الجوة نفس الفوق وشلع قلبي والله لقيته. جبت لها ويالة جديدة. وش سويت؟ شوف وش سويت يا الفكرة وين صارت. سويت خطين أبيض على البتشم وعلى الخلفية. ليش؟ ما كملت على القمارة لأن الويل صبغت بس الإطار مالته أبيض تمام؟ بلون الخطين والداخل مال الويل سويته أسود تمام؟ وسويت هاي هم صبغتها والفج صبغته أبيض. سويت الداخل مال الويل ويا القمارة ونسقت حتى الكتابات ويا السيارة. شوف الخلفية مالتها اللهم صل على محمد. طبعا السياره كملت كل نقوصاتها مثل ما شفتوا بالفلوج، صورت كل النقوصات الحساس مال اي بي اس، التشيك انجن، الدواخل كلها كملتها. شوفوا كل شيء طافي بالدشبول عدا الحساس مال التاير، حساس مال التاير موصيه راح يجيبوا لي. ما شاء الله، اللهم صل على محمد تسوى التعب. طبعا تفاصيل السياره كامله راح اعرضهن على انستغرام، واعرضها للبيع السياره وسعرها تلقونه بالانستغرام، هذا انستغرامي، تمام؟ ضيفون على انستغرام، كل شيء جديد انزله هناك اول باول، وان شاء الله عجبكم الفلوج وعجبتكم السياره. على التعب 5 أيام، هاي النتيجه، ان شاء الله عجبتكم السياره وضروري تكتبوا لي رايكم بالتعليقات، عجبكم الشغل لو لا، وسووا لايك للمقطع، وسووا سبسكرايب للقناه وفعل الجرس حتى شان انزل جديد يجيكم، وانتظروا سيارات هواي. ولا تنسوا مثل ما قلت لكم السيارة عرضها للبيع بالانستغرام، هذا انستغرامي، وكل السيارات اللي اشتريهن ولا اجيبهن اعرضهن للبيع بالانستغرام. في مال الله خالي.
والله الصراحة أنا ما أريد يخلص الفلوق والله، بس هو وصلنا لنهاية الفلوق. والله راح أشتاق لكم، صار لي 5 ساعة اليوم الخامس أصور وياكم، يعني كل شيء أشوفكم أطلع أطوب وأشتغل كل شيء وياكم. راح أغيب عنكم هالكم يوم لحد ما أشوف لنا سيارة جديدة وفلوق جديد. إن شاء الله تونستم. في مال الله غالي.